الإمام رحمه الله تعالى فصل. وأما كلام الحنابلة فقال الإمام أبو الوفاء ابن عقيل: لما صعبت التكاليف على الجهال والطغام عدلوا عن أوضاع الشرع إلى تعظيم أوضاع وضعوها لأنفسهم، فسهلت عليهم إذ لم يدخلوا بها تحت أمر غيرهم وهم عندي كفار بهذه الأوضاع. وعن قصو جرين قوشي كساب سنيد علوم ذا مذاهب تأفر تأه إخو سيسي روح مسلم كأ أما إسلام كون نصب شيغاني إن أصغو مركاسي أن نصب شيغاني إسلام كأو قال لما كود عكرو وشاتين كو كود واقعي يصلاة يصوم كي شعائر إسلام كأيسان كدفاع عينين إنو قال لما كود عو أئمة الشافعية هي حنفية هي مالكية أقواش وذبو الشيخ قيب كسو قور شيء وإنو الدنبي مذهب كأفراد حنابلة يا إنو قحق عاو إن شاء الله تعالى شيخ حلو. وأما كلام الحلابلة علماء كلام الحلابلة هذا القضاء مكا اللوبة هيا هي وحاكم ذا مقام كمناسب وكوة كلام أبي الوفاء بن عقيل الحنبلي وإمام مجتهد من أئمة الحنابلة قرن الإحاد يشناد با ودحيي لغونا تريو رقا واوين مذهب كحنا بلدو وكود سن يهي واقه رنين بعض البدع كود عيبو أها، لكن في آخر عمره وحكوك بقبابي إنو يعني سنة أو سلافي أه مركا أصوان واح بدعاء عن كود جرين بو قيريو ذيب الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه من أضواء قوان بضان وعلم بضان باي علمون وكود تلمامين والله غمر كعي. قال الشيخ وحوري أبو الوفاء من عقيل الحنبلي: لما صعبت مركي كوات كاتي التكاليف أحكام الشرع أهيد على الجهال قليها أقون تير مسلمين تأي والطغام مددك دبال لها طغام وعامة أما قليها محمو أيان عقل بلان لها يوي عدلوا وحيكل إحدين عن أوضاع الشرع أي عن أحكام الشرع شرع أحكام تيسي يسدوا شرع والربابة يكل إحدون يكتقين وحين أقول إحدين إلى تعظيم أوضاع إلى تعظيم أمور وأحكام إنه وينيان أمور يا أرمو أيجو وضعوها أيدجيا لأنفسهم نفط ضيود دجيا يجا دجستي فسهولت عليهم أحكام تيجو أيدجستي يا أرمها أي سمايين بأسها لنا تؤفض ذات محاي لي إذا لم يدخلوا ما يسنجلين بها بسبب الأحكام التي وضعوها لأنفسهم تحت أمر غيرهم أحد حكومة مجرى يجاس حكومة شيخ بيسن كامر قادنين كتاب قرآن يسن دنين حديث بيسن إيجين إجماع السلف الصالح يوم مسلمين تحقين برين دن كمالها أيجا دجست مرك قبر هبي قبر هبي هلا بوقدو أنت سنة ده هلا جيو أصلا هلا بريو هلا قط وافو من هبلاية هلا ديقو أيجا أسحكم عامة وحيو كان سنيس ما دام أي قواعد يحرر إسلام كبكب حين ويبنان ككيه وحي دونان بين مامون هيا شيخ مرك وحوري أبو الوفاء من عقيل الحنبلي وهم عامضاس يقوليها سي كود تشريعا من دون الله كفار عندي أنا أكتيد أبو كفار قالوي بهذه الأوضاع أحكام تاي دجستين أي قال كويه أحكام تاي دجستين نمحيتا ومثل تعظيم القبور قبورت إن لوينيو وينين كبحسن تي شرعي أهيد قبورت إن لسلامو لو دعيو هذي مسلمين بينو كهالينا لو عبرقاتو آخر لو حسوستو أيها الدمداف لو ويديو لزيارته لكن أن لو سفرين بشرع وقبا حقك الاحترام كأن لقو استاجن لقو فريسان أن لقو دول سحرون أنت بواقبا شرعه طيب لكن أيها إن وحلا مودو يدا الله بركيستو يدا الله بريو لقو ضوافو لقو خلاويو عبادك لا هذا وتعظيم كي قالوا أي وينين جرين قبورته يو خطاب الموتى ضدك دنتين لقو لها الله ولا ويديستو بالحوائج باهدة جمع حاجة نين دنتي با شيخ بلو ابو لورن هيا محو هاي يا لو ويدين هيا او كتب الرقاع فيها اما كتب الرقاع جمع الرقعة ان وراق الله قرى جمع الرقعة ورقعة ووراق يربط قريس طلب كاوض كو قرن ميل با دريس وحي سمين جي انتي وراق باهد وكو قرى الروح ايو قبر الشيخ كورد هيا ومقام كردقة هيا قدود لو قري لهان جرين طيب وعن حسوس هذا أضري شيخ خبران له يا شيخ أبادر أما شيخ أبدال بلوه يقان جاد بلوه يا قبرقيس عقار وينه جاد بطوق قديس
مركز هذا من الهلول هو لوق الدقيسة وحلونا يا شيخ قالها هي واتكتقي نمن توجو موريانا ما شك شقيست أو كنول أي قاضن هياك دخلوا سوق لولا عقارات كجات كأوضه يبقى وجود لاي طيب مركز وحويان مثل تعظيم القبور قبورت إن لويني مثلا يو خطاب الموتى ذلك أنت إن لقولها الله لو يدي يستوب الحوائج باهدا أدوش شجعت سيد إلهي سبحانه وتعالى باهدا أدوش شجعني أو كتب الرقاع أم وراقين لقر فيها في القبور محل قر هي كتب الرقاع فيها وحكجر في قرقاء وحكجر كقرا يا مولاي افعل بي كذا سيد كيغيو أما قعل كيغيو شيخ بل الله اللي ماشي كحب الله أنت أهل مقبور كأها سائي سائيل إبدبادي وكذا وحلمد وهو يدون أي كقالوا بين إلقاء الخرقي كريم أما مريا مريا إن لغتور لغتور على الشجر جيده جيد الله بركة استوى مريا لقى الله سو شر الله قال له حركة لو حلو إنك على سو مريني اقتداء ضيا شيء كود ضيا هين بيساء ويلين وعد كل هذا شبهان أما واحد أقوله الرئيس مجرو الشيخ ليه وحقوله الرئي بمن عبد اللات والعزة ضدك اللاتي عزة عبدوا يقود يدين بولي محي طريق المسلمين ماها طريق صحابة ماها طريق إسلام ماها عد ما أنت أن رهن منك سلف ويهاي ويدبتها غيهين وحنو هاي نقوله عابدي اللات والعزة عربية غير كتبها انتهى كلام هذا الكيسي انتهى سوكرنا ماضي فتأمل أكبر شيخ قوله قول أبو الوفاء من أبو الوفاء الحنبلي ويد وهم عندي كفار بهذا الأوضاع قالوا ويقليها أيها عمضة أمجو هاشا وحد دجستي شيخ وقمعه دارين بالجهلي لأن المسألة المسألة الجلية ظاهرة معلومة من الدين بالضرورة وي طيب جهلي عدور دارك النقضانة ما قال ما لها أيضا إلا ضد خاصة مويه يو تشبيهه شبه كشبه يو كيسي ضدك أيقا إياهم أيقا بمن دولكي عبد اللات والعزة في ربول عبد اللات والعزة وحكو شبهي هو كيسي ضدك عزي لا تعابدي نقل عن أبو الوفاء بن عقيل وحسو قوري أرضي اسم الجوزي في كتاب تلبيس إبليس بكسو قوريا وحكو لا سوق فافاسن سوق قوريا ويد آدي آد وحنج على يستي حقا نقيمة بضون قرحسا ما قاله أبو الوفاء بن عقيل وحاسدك الأذواء ما نقل عن أسقى اليام القيم رحمة الله تعالى عليه في كتاب غث اللهفان باصنا أذواء أماني وحاسو قوريا ابن مفلح وحاسو قوريا أي مدعوى النجدية والنقل صحيح وثابت كأه عن أبو الوفاء بن عقيل الحنبلي مركو قليها وقالوا طيب مشركين تا يا قبورية العباد الأولياء والصالحين أولياء يا صالحين تا تكبرية عابودية توقا قالوا وأنا مجمع أرهن كأساقا لا خلاف في كفر مددك النوع عاس طيب إلى أيام الدعوة النجدية إلى هذين ننك كشكي سن قليها عباد الأولياء والصالحين ننك كشكي سن يلودة بتكن صلاة أصيح ميسو إن لودة بتكدو وإمام أون نغضو صلاة قوان ميسو إمام نمون نغون كورو هلغا قوستو الذي يشك في كفر الجهمية وفي كفر عباد الأولياء والصالحين إنك أصغى لا يصح لا تصح صلاته ولا تصح إمامته لقمد بتنكره طيب مرك نمان كاسي إلى الإمام سليمان وسحمان وكتاب خاص قضية ضع كو قريب علم الله شاكها اللين مرك الضبق شنا قضية ضع أيضا حتى أيما دعوة النجدية كهر يا محوها أيما المذاهب الأربعة لما أنتوا ضوي عضيان قضية ضع أيضا أنك كو خلدم إنه قال يا كافر يعني إجماعه حتى من حجر الهيتمي بإجماع سوقوري في كتابه المعين في شرح الأربعين بكسوقوري من دعا غير الله نعدون ما نقول كافر وإجماع بور كذلك إجماع وحكسوقوري كتاب قصة الإعلام بقواطع الإسلام بكسوقوري مركا أشاعره سلفي أثري إيه غير كودبة وأهرين ماشا إسكعدوي محايل النوح أصل كبيتابان إساء إلي نبي قال الله صدري لا إله إلا الله ملك قد عيسابة معبود حق لقوع عابد وانا لك اهين مجر مره داتي ودي الله غير كي ولي يا النبي يا ملك يا محو هاي اهل قابور اد بريضو اد وحكو ويديسته هذه خط كاس ودن بات كبخدي اصل كي اساس كي دمي سيبه شهاده دي الدين تو كسو غشاي باب كتم طيبه وقال الشيخ تقي الدين الحنبلي اصون شيخ الاسلام ابن تيميه احمد بن عبد الحليم بن عبد السلام العباس الحران الحنبلي الشيخ الإسلام وحسقنا يلي في الرسالة السنية إنه يطال لغيابا أما في الرسالة السنية لبضابه وصورة قال السنية هذه النقطة
ورسالة دي أمر دنبالك إفا هي قيمها بنا السنية هذا نسبة إلى سنة ما حركة يسول لبضا بوالا اعتبارين كرا لما قورتي ذكر أوشيك حديث الخوارج حديث كي خوارج كو صاب سنامركو شيخو كشيكي إيو مروقهم مروق الخوارج خوارجتون يكبح حياة من الدين دين الإسلام يكبح حياة وأوشيك وأمره صلى الله عليه وسلم النبي أمركو بحياة بقتالهم قتال الخوارج مركو شيخو شيخ قال ابن تيمية وحيولي يعني حربه الرعب كهر الرئي مكو شيخو قصها اللي خوارج تدب كوضة يدين تسيء وقب حين النبي إنه وفر إن الله دقالما ولا الله أيو عبادة بدنا وإسلام شيخنا يي وأركا يي موحدين أي شرع وحوفر إن من كان إن لقوا ماضو طيب هذه سيدة تهي والروح أسوق وحوس كأم من سين وحبط ترى ميسة وحقيقة جرتاء يا لب هي أذوا تتكلم سين المسلم تاي في عن وعابد تاي وزاهد تاي عند الله وفي الشرع نصاد أنا هين حقوق ترى ميسة نو البقوم قمنيسة قرتو يجرة لكن مهم الدواء إن ميزانك شرعي أذوا فقسن تاي إسلامك يا كتابك يا سنة يا شرعي قادتك لقو ميزامة ابن آدم كوحي كأم من سين وكو أركان ميزان معه قال وحول الشيخ فإذا كان على عهد رسول الله هضوء حلق النبي محمد صلوات ربي وسلام عليه يا خلفاء حلق وخلفاء النولاء أبو بكر يا عمر يا عثمان يا علي ممن دول هدو جوغي حلق صوبانه وجوغي أصحاب النولاء بوحات تاقناء لهلي ممن دول انتصب ونصب شيكت إلى الإسلام ممن دول حق الله يهلي عفوا انتصب إلى الإسلام من بالا يهلي مرق كبحي دينته مع عبادة العظيمة هذه حلق النبي محمد با هي حلق الصحابة با ضدك إسلام كونا سب شيئنا يي لقيها لي قيب دين تبقى بحضة طيب اللي خوارج كانوا ينتصمون الإسلام بل أهل التوحيد والعدل بيأمن يهين انت كرئين قاليهم بيأمن أنا قابو في عم بيدين كتابك القرآن كنا قرق رقمين أنا قاوقر قارين بيتاقين فليعلم مع عبادات العظيمة أصوغ عبادة وين لا إيمانية خوارج هذا النبي قال شيخ الصلاة دينا يتوضى توضى إذا كخطر سن صوم كيني كوضى كوضى إذا كخطر سن قرآن آخر سكوضى ما بقاري كرتان با سيوع عبادة يستان لما بقاري كرو قرف لقد بيوضى يشن كل قد بوجيك وحونا محونا آي كل قد بوحاك صبحي ميلا سبير بمودو أيا نوال بقو ياشي شف قيل بو نغضي عبادة درته ومع ذلك النبي وحور ماشي اللي هو أركها لله أفرادا وجماعات فساد كي كان يان باك بدن نينك نو عاسين مشرك اهين هدي الشرع يدي سدا الله سمي ما حد مود حساب الشيخ دد كلي هذا كان دير الشيخ يدي الرساله الثانيه هذا دير وي و كو جرى مجموع الفتاوى مجلد كصدحات صفحه صدح بقول شديتني صدح الى افر بقول هذا دير وسعده وي شيخنا و كو تصرف وا غابي اد بس كو علعليي فقرات بدن وحفين وحبان كتلمام دونا طيب رسالة مرك وفصل كجرا كتابك أسرع أوي أو دير أيضا قولوا لضع صارين واجرته مجلد صدحات مجموع الفتاوى صدح بقول سيدتني صدح إلى وحي كدم بيا فليعلم هل أجاذب الشيخ الإسلام أن المنتسب إلى الإسلام روح أونس شيخ الإسلام كي هو سنة سنة أونس بشيخ في هذا الأزمان حين يدا أي نجوجني الزمن كان نجوجنا قد يمرق إنه كبح على جيا أيضا كنا قلنا من الإسلام هدي حلق النبي محمد وتوحيد قد دقها هي ووحي قد سعودي وحلق براكيسانها وحلق الصحابة القرآن المفضلة هدي بضد دين تكب حي لها لي هدو والله باباي ودور بقوله سنة الله مرة هاي قرنك سديدات الله مرة هاي وحلق الشيخ النولاوي طيب لح بقول يا لحنا يا كودي مالها أيوه شيخ ده شيء تقريبا تضاب بقول ثاني سديد نواجر إذا تقريبا مالها مرك قرنك تضابات يسديد بوشيخ ده حيا قرن جامر كسديدات سديد بقوله سنة كذب محل مداب الشيخ حل جم وحاله هلا ضد دين تكبحي وذلك الدين كبحنا وحاكيني بأسباب كوهاني أسباب دورة كينيس أسباب الشيخ واتري أسباب بدن بوتري الشيخ ألف بدن لكن صاب كأمهم سراء الشيخ كب الله بي أي الشيخ أبصدي منها وحاكم ذا الغلو إن لوحد قدبه في بعض المشايخ علماء قيبا كميدا اولياء الصلاح اهل خير اهل العلم دنت امنول با قيب لا بونبونين هيا حد كودي با لا دافين هيا شيخ حوري كغون هلكا اسغا مثل الشيخ عدي ويونس القتي او الحلاج وغيرهم وحالو واحد قد مثل الشيخ عدي طيب شيخ يونس القتي وحالو واحد قد يا حلاج واسو زندق لو دليب او قال باها اي غير كود با طيب وحروش بل الغلو في علي بن طالب باكمله وحبال لو قالوا بيدينته لغا بخي وحا كميده صحابي جايلك ان لو حد قدبه
أو حد كسل الرافي وصحابي إن لو ترضيه أو لو دعيه أو خير كسل قاتل القضاء يدوي لكن إن إله النما الله سيوم مشك ومجرت بل غلو في المسيح ونحوه نبي الله عيسى عليه الصلاة والسلام يا أنبياء الله المعلى إن لو حد قدبال لو قالوا بايا شيخ وسوق بقبي فكل من غلا روح على الروح كحد قدبه لا في حد كيسي في نبي مجموعة وحكو قرآن في حي باكو قرآن لكن كتب تكدم بيسي وحكسو قرآن شيخ الإسلام نبي بكل قد قرآن مركا حي النبي واسكو اكتاي ما دام وقر حركة بيسكجرين مركا وادعي كرتا فكل من غلا في نبي نبي تابا ينكو في عنطاي طيب أو رجل صالح نتبقى تصيص فكل من غلا في النبي روح كستو كحد قدب النبي يا رسول إلهي أو في رجل صالح في بايدن كقوان طيب أما الرجل صالحة كحد قدبه وجعل وولا بعضنا بايدن كقوان طيب هل كان وولا بايدن كقوان طيب مركو شيخ مريا أو في رجل صالح مجموعة أصل كوحا كجرة كمثل علي رضي الله تعالى عنه أو عدي أو نحوه أو في من يعتقد فيه الصلاح كالحلاج أو الحاكم الذي كان بمصر أو يونس القت ونحوهم وجعل بس كوحر أنت لكن شيخ أنت واقوي ما دام الأسكفة معي وجعل يلا فيه في الرجل الصالح أو في النبي جليوسيا نوعا من الإلهية أي نوعا من العبادة عباده إلهي أوليه بريو تلصارشو قرقر ويديسي دنبداف ويديسي نحارس إلا ويديسو وحاصل دنبا الله إسكاله مثل أن يقول متى إنا ترى السيد واحد قد النبي لو واحد قد بهايا سيد أبان إن صالح لو واحد قد بهايا حد قد بكدين تلقى بح معا كم إذا شيخ محمد شيخ ابن تيمية وحول وحاكم مثل أن يقول إنه يدعى مثلا يا سيدي فلان سيد كي فلان هبل هاي واش عبد القادر سيد هبل سيد محي الدين سيد محمد سيد محمد هبل وان سيد نور سيد حسين وفربدين سيد يال الدنك واب حسين ملك سيدي الان واحنا قال سيد بني مسنجرين بن امالين نمانك انا وانا لقوين يا سيدي فلان سيد كي هبل هاي انصرني اي قرقار او اغثني انصرني اي هيلي أو أغثني إيجرجار أو ارزقني إرساقات يا الدنيا يا قلاد إسي أو اجبرني إكب وأن شوانا إكالي ويعاون أو أما أنا أنوق في حسبك أنوق حن كجرا قعنت هذا أمان كذا ما قنت هذا كجرا حسبك أي كافيك روح أقوق في لها دوا ما قن بلوج هذا أما أو نحو هذه الأقوال مثل أن يقول يا سيدي فلان أو نحو هذه الأقوال أما أقواشا وحلا مدة والأفعال باكجرتها نسخة أصل كي مجموع الفتاوى ونفس الشيء وحكاكو أن ميشان أصل كجرتا أو اغفر لي أو ارحمني أو انصرني أو ارزقني أو أغثني أو أجرني أو توكلت عليك أو أنت حسبي أو أنا في حسبك كل وأسكمت وهولها دانو سمين جروي عياذا بالله كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا مركا والله صومر هوشان وحل سمين جروي انت وحن كان لما يداه انت وحن كاهن لما يدا هذا انت شيخ حكيري فكل هذا نبي اي نن صالحة اي محمد عيسى اي نبي الله محمد اي غير كود بقى اي علم الله جعلي هاي بقى هاوشن لمصي انكر الله اسكالي طيب فكل هذا شرك وضلال انت ان سوشن هو شرك اله اللو شريك يلي او حقه لها عدك للو ذاجي ويا او لغول راي وضلال دمتان حق لا قدمو لا غرم ريوي يستتاب صاحبه ارن كان نينك لا مقلي با توبد لا ويدون كن نقا غاليمدان ايدا فان تاب حدو توبد كان فالامر واضح فلا نقنق فيه وي ورك وا اسك عاد يهاي دو روح مسلم وناغسن والا حدو توبد كان وايو قتل والدي رده بلودلي وا اسك عاد غانلمو ودمن فان الله سبحانه وتعالى انما ارسل الرسل رسوشا وحي اسو دري هوش انغ وا انغ بدنيت ميل كسب وا تالي نقوشو كتغي كوساوسن مخو اهاي هولها كفريات كوسو حكمدا او مثل ان يقول كل رزق لا يرزقنيه شيخ فلان ما اريده ارساقدان اسمه شيخ هبل انو ما بربا سيده قوله دارو يري جنوسن عبد الله يوسف قالين قلي ما ينجداد طيب ما بربنا واركيدبا جنوسن اودي عبد الله نوغه رين انه كما جيرو نيون مسعد كنت كدا يري طيب ان ترى مثلا ارساقد ان يسو من الشيخ هبل ما بربا طيب او يقول اذا ذبح شاة باسم سيدي
أما مركو نفك قرعي بور أردما شعب دغادر أردما باسم سيدي فلان قال لمو أو يعبده بالسجود لله أما إنه شيخ عابده أسجود مثل وإنه سجود وعباده أو لغيره لغير الشيخ بأسجوده أو يدعوه من دون الله أو يدعوه من دون الله هذا الكبح حيا شيخ أنت صلوه قوي إنه نوكينا هاي تكون في عناية أو أن يدعوه من دون الله تعالى مثل أن يقول يا سيدي فلان أنصر نساس اسكو حرمته إلهي غير كمتنا إنه بريوه وحاكم ذا مثل أن يقول يا سيدي فلان ويا عبد القادر كن عونا لنا ويا عبد القادر كن عصمتنا بلقوا وديج يلقوا يحضرين جري محمد شكو قرن وشرك يضلال يرد يخرج من الملة عاورنا نيوم باكو حضر إياه عم تاكوها يكون في بحي وبيزن جبيل لو عبي وشاء أكرسن الله الله سي الله مش حردي وقبلوها يفوح الشدي ويؤنسي كينا يعلق اللقيبين ويا عبد القادر كن عونا لنا ويا عبد القادر كن عصمتنا وحكو لمن بمبا جربا عبد القادر نو غرغار ونا كالمه ميل جوجتبا نا يالي افي دب يا عذاب يا مرض يا حنون يا قلت ربنا الى الا يا اولياء الله اغيثونا بفضل عار العلن الا يا اولياء الله اغيثونا بفضل الله الله مع عام اهدي شرك يا قالمو يا دين لغا بخي يا با ميشا تالا اولي الهي نو غرغار كل ود با لو دريبا نينك هل نين بودل فريستي اسو وحا كواس وشركاء متشاكسون طيب انت ارباب متفرقون خير ام الله الواحد القهار اذا هو شاءت بابنيد عينيدا وليبا رقلبيتكو اي كوبدناين عاودن صلاه وتسليم وازكى تحيه حرت وضهيا نينك شاووشك هجاميها ابياض وقال وحاكمنا اغثنا اغثنا يا شفاء قلوبنا وعني يحول الماس والله وادفعي نبي والله الله هيا اغثنا اغثنا يا شفاء نو غرغار نو غرغار قلبك داودي سو عني حول ما سوى الله وادفعي وعني حول ما سوى الله وادفعي إلهي وحن كأهين هذو إسوم ما قرن يقدر دفاع هذا قال إسواشو هذو عرق السود دمو هذا ملاك صوت قاب قاتو وح كستو أنا إسوم ورا أمر ليبو يمادة أن الله إسكن عن كأهين كف الله بنا محمد لكن الله ما لم كسو إسكن لما دفاعي كروي الله وكاحق بدنيا أنت سوا كارتل وقرن هيوي محاكو هري نبي وحو دفاعي كرم مجرو وآدم إلهي بركي ورسال له سوديبي إن الله راعوذ رمي الله وطلق لي لكن حقوق إلهي شغلكم لها لله حق لا يكون لغيره ولا عبده حق هما حقا مركا دي الله سكوك قصو قال لم يشرك ما ميشك السود تيبو شغلك الله يا. فإن الله سبحانه وتعالى مركو هوشا شيخ دميي هذا الكي قيمها بضنا يوحوري التي هي عفوا محان وجيدا هذا الكلام يقول دمي شيخ حوري أو نحو هذا من الأقوال والأفعال التي هي من خصائص الربوبية التي لا تصلح إلا لله سبحانه وتعالى فكل من غلا نبو شيخ حولي أرنت أيضا الله إسكاله وخصيصة من خصائص الإلهية بريضة قرقارك تلصارتك مغنقلك طيب معين المسلمين محيدين جلانو مغنطا نغي يلي سأقل مغنقل هيا معين المسلمين ومش عبد القادر بلوج هذا محيدين جلال ومغانتا نغيالي كنت يا عبد القادر كعبة الأولياء كنت يا عبد القادر كاشف الكرباء عاونه وش الصعونيس إله ير ما إله وين وي إله وين ودرك صور دكتي أن أحد كلام ولا أقون ووحى كونفر يا قلبيت يا ملك استبى يا لوي سمالي هوشا واكوس من طاي قال لهم هكا لبناتو عربا أصنام تواكلت علي قل من تدين كل جن أصنام تزيد رأي خزرج الرأوس وكنا في بحجر مناطة عرب قريش وكنا في بحجر عبد محوها العزة طيب رأيه ذيل الرأي ثقيف وكنا في بحجر أسق الله كنا في بحجري وأكل أصنام وأكل حسن جرين قل يا مركز سدناء ومتحمسين للشرك والكفر واجرين لكن وحي وذاقين شرك يقالمو إنه قلنا وإنه وذاق جل لكن واقع لك لا دراء لكن شرك ينول بإن كفلا وهيستي طيب لنا قطب على أوج المعالي إمام الكل في طرق الوسال له التمجيد والتمكين حقا له المجد المؤثل يا موالي وحلقها الله يا شيخ عبد القادر لنا قطب على أوج المعالي إمام الكل في طرق الوسال محاكوسها ري له التمجيد والتمكين والتصريف حقا ما أهم مجاز يمحو أهاي وحمحو أهاي قلك يا روالة لأن التوكيد يرفع المجاز طيب وكذلك التمييز
ماشوا وكسر حقيقة ويحوله له التمجيد شرف ورم بوليه والتمكين أدون ما ملورم بوليه يا مكمت يا والتصريف أدون كإن لك هجامشوا أصدق أسكال ومدبر الخلائق أجمعين شيخ عبد القادر وعلى طريق القبورية نمنك هؤلاء إنك كشك قال لم يسوا أصدق إسلامي يسوا فركوا جدا تاعي كفرة مرتدون وي هذا إسلام هاي أو كفار أسليون على قولين لا يمدعوا النجدية قليها يا وركود واسك عادي يعني أمد اللي يقول لقوين ودوبين هذا قليه صور ريبا كميدا معو هاي قدوا وادوا صور ريبا بلحا وبوق كفري وحا كميدا قليها روصا مريبا قولي عالفا ديا كميدا قليها كل ودومان هاي مال انسوك هاي اني ودادوه ليعان أما قال كسو الدوشو دن امديها لوضا فردية إلهي غير كبرياء يا كميدا قليه مركي معو هاي وأنت يسود ولا أي بلح وقب سدين وأجرنا إنسان واحد كحضر يوم حكم ده ضدي الدنيا دافع عيو ورابع ده وضدي يي يا لوجي ده بطغى عنا شغل نور حسين ببري هاي يعني ضدي الدنيا دافع عيو محمود دافع أصدق دين تود حليست أولي مركو دين تحت أي نصارية كريستان ويا مادين كسمين أنت يكلوا يقف ملوب أو قلت جانا قبل جزعة طاو عاي مد بوب يا قيس واوي إنه كريستان أبا ودي عكرت بلب تركيز وهو لها أما حيل لها طيب المهم قوليه دو سمرب يمد شيخوس دريد باي ايونو بريان مقليسين شيخوس دريدو قم لي يا ولي قم لي يا ولي شيخوس دريدو قم لي يا ولي بالقوله اشرار هلاقي شباب بابيه محب بابيه اسغا و هرد حليستي او و هدا كسوان ور لو هينين نيمان كان وخبا اسكما بدلين قوليه مساكين وعامان لسعون ادونكا انا وان في عن هاي عربته هوري وخي انا كوما جري قولي عربكم وانا كدرن عرب مركي حالته كحما وحا ايغا با سميستي مقت وي غرنهايا ميشي كسو جدان بي يقانن علماء اي لوغونيان دد علماء صلحها او هورو دنت اني كو حد غدبن بي امن سناي انت مركه بري سماد كلا جوغون بي بري جيرين هاوشو مكي كولاتو بس كغا تغ جيرين طيب بس كغا تغ جيرين وين دور سو غورني سوره يونس والذي يسيركم في البر في البحر والبر حتى اذا كنتم في الفلك وجرينا بهم بريح طيبه فرحوا بها جاءت ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا انهم محيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين. لمن لا يقانوا عرب وركد واسكعد يعني هاوش مكة عصلات اخلاص موحدين بين وهابين غنيا. هادو مركز لقفض لقسي دايو فلما نجاهم الى البر اذا هم يبغون في الارض بغير الحق. دي باولون غنيا. مركا وحاوي هاوشاس إلهي سبحانه بلبك شكي لكن إنقو مشركين الصوماليين حلق شدد أدرينهم مكا يبدو عاردو ويدياردو لوها اللبح ويدو وبابوركو رقمدو وبابوركو كفانينو حلق آسي بأولياء بريان با وإلهي أشريك يالان با انت بري سماعت كي حيو عيرت اللولان هيا ويتضع ديغان هيا ما بشريك يالان با ويروني مركا يدا أباري متمت وبلايا مرد عضي مركا سي إلهي غير كي بآده هيا وحتى كوكارنا إسام قلبي ولو حكوين إلهي غير كي غير كوين لأنه روح مركو خطر قالوا يا حوش كؤد كاتو قلبي يسر روح كجر وحط لك رمك عرى مطا يسمع آدموه ما أنت تضربك وقبس وقولوا أو كوكبته روح الليل وكفوك غير كرم رواق يوكو عاون كرا هديد دايما لغو يشوط خطر قشو مسلمين تا يا قرابة يا ضدك أهل كي حكتدا نينك الليل وكفوك قانا يا مبادكو عرري مطا يسمع dadku markay khatar galaan oo culays yimaado ee Soomaalida shariig yeeli jiray ilaahay qeyrkii awliyay ku qaran allama kuma qaran quraysh iyo arabna ilaahay bay ku qaran jirtay keenna dar markaa waa yahay ha ulaay ashraku wa akfaru min mushriki al arab tamuran mala ila tay sheekhu markaa wuxuu yiri fa inna allaha ta'ala inma arsala ar-rusula ilaahi subhanahu wa ta'ala rusul wuxuu soo diray wa anzala al-kutuba kutubtan usoo daji linabuda wahdahu سداسة أصل كقرآن يعني اللي يعبد وحده يقول لك اللي نعبد وحده كل جينا نعبده ولا نجعل معه إلها آخر أصل كأساس كقرآن يعني لكن ولا يجعل معه إله آخر بقرآن لكن ولا نجعل كداية ولا نجعل أن يلي معه مع الله إلها آخر أي معبودا آخر طيب صومالي خلط كل عيو حكم إذا إله وحكاء من رجح لقرآن ميل تاجن أصلا ما كل شيء ورجح قرآن ميل تاجن إلهي ما كل شيء وأنك إلى إلهي أضوم حابو ريب أجرا أبدا إلهي إذا لقاها اللي هو العبادة والعبودية والذين يدعون مع الله آلهة أخرى مثل المسيح والملائكة والأصنام لم يكونوا يعتقدون وقاعدة مهمة جدا
تنبيها شيخ وتنبيهي جزاه الله خيرا مهم جدا وي. والذين يدعون مش أيضا نقل أصل كوحاوي والذين كانوا يدعون مع الله آلهة أخرى مثل الشمس والقمر والكواكب والعزير والمسيح والملائكة واللات والعزة ومناة الثالثة الأخرى ويعوق ويعفو ويغوث ويعوق ونصر أو غير ذلك لم يكونوا نقل غير شيخ واقوي لكن كتاب كاس مبحث كهال آخر مهم جدا وي. شيخ حلو والذين يدعون كوي بري جري مشركي العرب يا مشركي الجاهلية بري جري مع الله آلهة أخرى إلهي معي سي قرب كيسي ألا لجرن كيس آلهة كلا عابد جري أما بري جري مثل المسيح سيد النبي الله عيسو كلا دضبا بريوها دي عابد إلى يومنا هذا. طيب والملائكة ملائكة بري جري والأصنام أصنامتي أصنامتي رأس الكود أولياء هاي ندع علماء ونقصون صلحوا الدنتي يا مركي الدنتين بقى عبارة دول فدي وقبور تودي قبور تا مركي هدي ذاتكي هوشن يقان رمادين صور كودية تالوين بالك يعني مال بالود شيء وحاله أن قضي أن عبادة شيخ لما عبادة يلا ما بري هاي لكن شيخ كان صو شيخ الماها والحصوصا إنه نين عبادة بدن آه ولا خير آه مركاس الو ويرح يا عبادي الله بري والود يجري دقيدي بعد الماضي كريدي صوك علي يدادي صوك علي وشيطان وحكولي إبليس أبيالكين أو يالكين صور كان عبادة جرين ما عقلي يسنا يو هل كان تقنو تقنية صور كي بري جرين عبادة جرين القاتب أشوفها باللابد تيبو شوكه الله يا والذين يدعون مع الله آلهة أخرى مثل المسيح والملائكة والأصنام لم يكونوا ميسن أهي تتكاس مشركين تا يعتقدونك وآمن سن أنها أصنام تؤي آلهة تخلق الخلائق أبدا عرب ميسن آمن سنين إن لا تي عزية من أتوح أبورين أما دونك مامولان لكن حي آمن سنين وإنه شفع قال هيا وأن كنت وصولينا إلهي بإنه إرقين هيان جاهدي وجه قدان حقانينا لفوضى قر حسنينا. طيب جيت كدير بيد الصومالي جيت كعام بالغفولة إلهي ما هذه كره وحروس مرة إن محوا جيت كعابن أو كاسة وورك إنه قال من سنة صومالي وحكوا أنو نن عاسة فاسق بان هاي أنو دم بخربا علماء أهل خير وإلهي أكتيزة وحكوله أيام بري هيا أيجي إلهي بس فهم هاي وورك إنه هذا وورك يا لوي أدونك يا لوي أنها تخلق الخلائق أدونك إني أبو رتي أون كمين أمن سنين أو أنها بعد كجوان أو أنها تنزل المطر أما الروب كأني كنتو أوليد الروب كأنت ميزن أمن سنين أو أنها تنبت النبات إن الداق يدوكسين ترى لي سميزن أمن سنين وإن الروب كنتو رول كان أي خير كأنت ميزن أمن سنين وإنما كانوا حي أهل تلك عربيده هو رجال ضعها يعبدونهم أوليد يا أصنام تي الذي يعبدوا جرين أو يعبدون قبورهم عبادون وأنا أتبرده وأنا أتلا صارته وأنا أتكوها الله يزوى عباده أو يعبدون قبورهم أما قبورة عابد جرين أو صورهم أما تالوين كي مقالدة وذا ويقولون وحي أرنجرين ما نعبدهم إلا ليقربنا إلى الله الزلفى والذين اتخذوا من دون أولياء كو إله السكري آلهة سميستي يا قعلا سميستي يقولون باكو قدرا أما قالوا ما نعبدهم مركي مسلمين تويدين إلى أن يكون أدبتها أنتنا أصنامتها وحبا إذ انت رمهيان إلهي إذا أبوري عابدا سؤال بلا ودن ياوك أبوري خالق بأي أبوري عرشي سكسر رأي أو عرك جرأ ويكون حود بتاق أنت يكون مع عابدها إيه وأن كنت وصولها إياه إرقان كربا ما نعبدهم مع عابدنا أصنامتي يا آلي هذا إلا ليقربونا لعلة واعدة إن إنه دويان من إلى الله الزلفة أي قربة أما قربة إلهي إنه أقول دوانو من كرمنا كليه أيوكو دان معها وشيدان معها ووصل عنه السيم مرينه. طيب ساس أورنجرين ويقولون وحيكل أورنجرين هؤلاء شفعاؤنا عند الله ويعبدون من دون الله ألا سكذي وحي بريا هيان ما لا يضرهم إن لم يعبدوه وحان لبينين هديسا عابدين ولا ينفعهم إن عبدوه هدي حتى عابدوا وحوطر مهيو هداد عابدوا كديفين مهيو هداد كتكتور كعيار تقريب مهيو وأصنام ضد ماضيوي وحين كوان دعون ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله هؤلاء أصنام يا آل هذا شفعاؤنا وإرقي شفع إرقي النبي هي إرقدي عند الله إنه تالي إلهي بي آخر نو إرقي ريال أما أدونك إنه إرقي الرب نبض من نوك ينايا فبعث الله رسله إلهي رسول شسبو دريتنها يدو كريب إذا أمضى يا خلق قدنبا أن يدعى إن لبريو أحد من دوني ألا سكري لا دعاء عبادة دعاء عبادة أن لبريين ولا دعاء استغاثة دعاء عبادة وصلاة وكلمة لن إن السجود
inaad muxuu ahaayeen barido inaad u rukuucdo inaad wax u gowracdo inaad ku dhawaafto inaad u soo xajido waa ducaa cibaada weyn لأن الصلاة هذا هو دعو محايل واحد أتو كان يسي دانت هاد كالي هاي إلهي نو كوو عفيو أو كوو دم بدافو أو كوو نحريستو أو نار كاقب باد بادشو أو جنة كوو قشوي مركا هو بريو عبادة دانو حيكتا هاي هو عبادة دانو واكا بريو سلونوي لكن بريو توسكا اللهم اغفر لي وارحمني وهدني ودعاء مسألة ليادا أما دعاء استغاثة واتقرقارك أغثني أنصرني أجرني أوكالوي أنقذني من النار أوكالي يوحي لها المالة أولياء للعسكي شعب دقادر للعسكي بل أورنجر واتقرن إيسان لا دعاء عبادة إن لو تكذو أما وحلوك قرعا أما الله بري إله ما أقوله ولا دعاء استغاثة إلا قرقر سدان أغثنا أغثنا يا شفاء قلوبنا الله ما أقوله وقال تعالى إلهي وحوري قل وحاتنا النبي الله أدعو الذين زعمتم من دونه أدعو الذين بري أما أيركوي زعمتم آت شاكتين من دون الله ألا سكذي إنا إلهيين طيب ألا سكذي قل يهد بري جرتين إذا عليها كل شيء ما أنتوا إياه أما بريا أما عسكدو عابدا طيب فلا يملكون هن مهيا كشف ضر عنكم هنا دي بدنا كف إذا ما أودان بالي ما أنت طيب ولا تحوين كل أحيانا ما أودان هنا دي بكو يستكاف إذا من فقر ومرض وعذاب وعقاب ما أوده وأظن مسكينة طيب ولا تحويلا أي تحويل ضر من أحد إلى أحد هنا قال إن شبطيان ديبك كاقل ريبل صارا أي كشوان ريب الكو ريجن ما أودان وحب الله يحركون ساكنا أولئك كواس الذين كواس يدعون أي كل شيء أنها آلهة ذلك ملائكته أما أنبياء أما صلحاء أما أهل خير كاس اللي واحد قد بين البريي الذين كواس يدعون أي شيء هي أنها آلهة إن يتاي يبتغون لفت الكذا الرادين ويجرن هي إلى ربهم رب قد كدوني الوسيلة أي القربة ملقي يا النبي يا ولي الصالحة يا شيخ أنت إذ بريء زي أصقاب أدون إلى ينود ودون هاي أصقاب الله عابد هاي وإلى ينود بتبادي اللهم صلّم تقاي أنا أصقاب عابد هاي سب الكور وكفي كالديري ولا كلا الآية إلى آخر الآية قال طائفة من السلف جماعة من السلف وحيدة هذين كان أقوام يدعون المسيح آيدا أولئك يدعون يبتغون ربهم الوسيلة سلف والتفسير بن كبحيين مركا قل يهن أيه اللي عابده هاي حقا أن أيه إلهي عابده يا الله بريا هاي بيعلوم واحد إن جنب يا هاي واقول اللي عابده جري في الجاهلية فأسلموا بعد البعثة جنك مركا وا إسلامين إلهي بعابده كليجي نبي قنا وراعي لكن عربته ران عابده جرت وحكون في بحين تيهر يا كتاجين ورك وري سارين أضمام مساكينا وإلهي بريا هاي يرجون رحمته ويخافون عذابه بالغون في بحول الله شرقي الهي بقى أما ملائكة يا أنبياء درسوا شوية نبي الله عيسى كان أقوام يدعون أقوام من المشركين والجاهلية يوحيها ينقل لي المشركين يدعون كوي بريء المسيح عيسى بريء جرين عليه الصلاة والسلام وعزيرا بريء جرين والملائكة ملائكة بريء جرين طيب إلى أن قال تعالى إلى الشيخ يجري وهذا الغرب مش أكو جري ولقد بعثنا في كل أمة شيخ واشرحي إن أوشى شركة تاي أما النبي همرته أما ولي همرته أما رجح همرته إلهي غيرك خلاق ذو رنبا أحد كلا سي حق وصن الله إنه عبادة إنه شرك يا قال لي مشوق كهلي أدي لبنا آيات يا حديث بشوق دريري وحكم إذا آيات ودم بي ولقد بعثنا إلى يحول وحان ود الرئيس ضبا في كل أمة أمة كست الرسول من ود الرئي فرين فرين وذا يعني ود الرئي دم بالوذا حق ربك وذا محو وذا أنا عبد الله إلهي عابدة واجتنب الطاغوت أن اعبدوا الله إلهي عابدا وإلا الله وي وإلا الله معناه يدوي واجتنبوا الطاغوت ولا إله أي لا معبود طاغوت كإن لقفك هذا والنفيك طيب أن اعبدوا الله وإثباتك أي ككه ابن كلمة التوحيد وقال إلهي وحوله وما أرسلنا من قبلك نبي الله ارتام ما نندري من رسول رسول ما نندرين إلا هدو أنبياء كاهرية الرسل نوحي إليه وحنوحي ينجري ونشغني أنه لا إله إلا أنا فاعبدون أنا أقول بأن الله معبود كحق لقوا عابده كلي جاء عابد أحد كان لا عابد شيخ حلو وكان صلى الله عليه وسلم رسولك حا يحقق كي تحقيقية السوق لدبه وآسة التوحيد إله كلي إن لا عابده ويعلمه ويعلمه حبر جري توحيد كأمته ببر جري توحيد كنبي أمتي سبر جري حتى قال رجل حتى وصائل الشرك بأقدقي مركو دمنه بقدر دارمي قبر يسيبوا دارا خاصة كبحيي
نبي وحو كتغي مجرى إلا أو صحابة المخراتي قشدي يوم حجة الوداع أو الدين تم إذن قارسيي وحكا سمايدين عدد وكا مخراتي كعين اللهم فشل نبي وحو كتغي قال حتى قال رجل ما شاء الله وشئت نبا إلى نبي محمد وسيدة إلهي الدونه أن أدونه نقول دون تهوش فقال نبي أجعلتني لله ندا أجعلتني محمد قال يا شأنك محمدها لله اللهم يا ديال 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 شريك هوش لما مولا إلهي الدوني تان كيسية مشي أديس يتينا محمد بس كحد طيب إلهي بقى محي ووغا سا جمعي كياني انت أصول نبي قد يدنيا أصول شيء اللي هرمري وتقديم قولي رتبة خاصة لي ومع ذلك ما دام معاني ذا ووغا أصل قوية مطلق للجمع والاشتراك بو نبي قد يدنيا وشرك اللفظي أوي الشرك اللفظي من نبي الدنيا هوش أيضا هذا حوش رح الشيخ بكر أبو زيد قد يدنا أيضا في كتاب معجم المناهي اللفظية هلا آخر معجم المناهي اللفظية مهم جدا وهي بل نبي وحول ما شاء الله وحده إلهي كل وحدنا جرية مشي هذا خلائق رنبا وحبك سوقات مرها وما تشاءون إلا أن يشاء الله ما شاء الله وكان وما لم يشاء لم يكن إلهي بهوش إسكاله هدي أذ وحد أذندينين ما شاء الله ثم شاء محمد لي ترتيب مع التراخي لئمه طيب أما ما شئت بعد مشيئة الله وحون لئمه لكن بقال كيريز إن ظاهر كورا لقى فهمك رحوقه اشتراقه لما أقوله حديث كان هو حديث صحيح هو حصوص صار إمام أحمد باصوص صار يوم آية بخاري في الأدب المفرد نسائي في عمل الليل والليلة من حديث ابن عباس وأنا حديث صحيح هو وأنها نبي ومضح وكرب عن الحلف بغير الله إلهي غيرك إن لقد دارته لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا بالأنداد ولا بالطواغيت لا تحلفوا إلا بالله ولا تحلفوا بالله إلا وأنتم صادقون نبي قام بك قاري أو شيء هذا آبائك إن هكذا دارنا وكان آبها هوايا آبها قل يا كذا دارته آبها يبكله وربها معوها وذاك الزكرات كان نلتنا وجه أنت معوها طيب آبها يبكله آبائك إن هكذا دارنا هو يمكن يا لقد دارن طيب يا لقد دارن أنداد طواغيت يا أصنامته إلهي أحد أن كان يا لقود أرن إلهي وحان رن أهين ودم يا لقود أرن بين لما أقوله طيب نبي واكهل عمر بن ما نبي مغلا سوق أبي قود أرن هاي مكاس عمر نبي وقبتوا يجي وشرك هود ورا وش عمر حلو أجد من ما لين كان لقب بالله ولي جي إلهي غيره كم مرة حتى مسوق قرنين بول حتى نين قود أرتي هذا الكسيم أنا سوق قرنين بول ما نجلين بول روحنا ما تشلين أو ما عن تشلين أحد نكمسه أفقه نكمسه بعين قوانك صحابه صلى الله عليه وسلم ويحد الله شونه من وأنها عن الحلف بغير الله وقال نبي حوري من حلف بغير الله فقد أشرك إلهي غيرك الروح كل دارت شركي وكل عي لأنه دارته تعظيم وي شيء قد وينين يتجعش يقلب هذا كوين أياد كل دار نيسا مركوا تعظيم تعظيم كان الله أسكره سبحانه وتعالى وعباده دارته أيضاه وقال في مرض حديث كاسو من حلف بغير الله فقد اشرك ابو داود باصو صاري الترمذي من حديث ابن عمر وهو صحيح وقال في مرض موته حنون عذر جريات النبي صلى الله عليه وسلم حنون سكك عند ابو انت وحكوي دردارمي وبحيي لعن الله اليهود يهود الهي هل لعن ان حريست الله كفوا يهود يوان النصارى النصارى اتخذوا قبور انبياء وتعليل سبب اللعن مناط اللعن ومعي وتنبيه مسلك من مسالك العلة اللي كانوا قال اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد لعنة النبي هور مريي كدنا وحور إله هلا عن يهود النصارى محايا لي نبي الله قبور أنبياء ذي مساجد كدكتين وحي لعنة كم متين وإله يكون عي لجو عرضي ذنوب أول لكن صاب اللعنة هنا اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد قبور أنبياء ذي بنتي ملك حباشين بي مساجد كدول الاستين مساجد كنت كهيا إلهي بيعبدني لكن خلاص وعوي محا قبري مساجد فكاني بيد إلهي يقول له وعابده قبري محا كاني وسيلة من وسائل الشرك ويا يحذر نبي حكدق هيا ما فعلوا وحي السمائيين مسلمين تؤدق هيا طيب وحلو يهلو شيء إلهي يقول لعنة ذي نبي يقول لعنة هيا طيب إن مسلمين تؤدق تنادى وحي يهود كد علي النصارى كد عبد وان لقود عين مك اللعنة يا محمد يهودي النصارى نبي حلو قدام حتى واو ذي علماء السعودية حول الله من لعنة النصارى واليهود إن بقر كف صحمة الله من لعنة النبي وقول إن تقول لعنة لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد دي بجروي نبي وقول نفضحها هي
دردارن كيبو قلنا إلا نعاني منك أيها وذا دهن وحده أبدا أري لشارون يا نتنياهو يا محمد هاي لفني يا شياطين تن مسلمين تبابيي سليبين تسهيوني ذا لما لعنا ذكره لما نقنو ذكره إن بقر فهد يا بقر عبد الله صوف صحان مويه اللهم لعن اليهود والنصارى حيرة حبسي الجي وعرم طيب لأنك خالفت أمر الولي ولي الأمر القاسي باشم نقام رئيسا طيب شرك وشيخ وقال هو شرك العبادة وشرك الألوهية هذا كأنه قد أن نجنا باب شرك المعاصر ولا نوع شرك الولاء والبراء وشرك الحاكمية والتحكيم لا بد شرك وشرك المعاصر ومد باب بأشي مر بين وقت جورك وبحندنا لا بد أيضا لكن كان شرك السدج والبوادي والعرب شرك الرمي رباديها يا أهل الريف والقرى وهؤلاء أو يلا ضوء رضيء قبور الله طوافئي نفل رباديها كنا في حوشة رمي ولا توقع وبس كذا جنب عيال زيها كوكر ميسي بحوشة أيضا عيال معما هوش ما أقوله طيب حقوق تمدني حضارة كجرت ما أقوله هوش أيضا رمي قال قبب بصدا لكن شرك الرمي قال يرمي باب إيه أمالك استبع يا الله أي أجر شرك التحكيم والتشريع وشرك الولاء والبراء إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون الولاء وحا اسكال الهي يا رسول كسي يا مؤمنين تلو اقول يا اهل الاسلام احد كان لو ما اقول هذا قال سيس يا قعنصار مشرك باطيب من هذه الناحيه شرك الولاء والبراء وكاين باب شيء دولتها صديقا صاحب النهاي ايقد يا هولها كدحيه مدى يوروب دول الخليج الستة يتعامل مع أوروبا والغرب كدحية هؤلاء كفرة مرتدون قال الله ما أنت أدون كدوبا نوع دوما نقوتي مسلمين تقريب كي يكوها يسي هؤلاء يكجر تنين كقيب قاتا هوشا أسوى وكافر مرتد وحاويا إسلام تنكفر أنت خالد مخالد في النار إن مات على ذلك شرك حاكمي وتحكيم ناسهم وباب قونئة لبدا سينا باب برلمان ديمقراطي يا علماني يدولد من نوص الرعي طيب وتيمركو وربا شريف يجرق وكو قالوا بين وي طيب كدبنا ابراهيم دري كو حسو قالوا بين اسكو الراعين كل يقول طيب او شاد اسكا الى لي باقي انا ايام دعوه نجد كنا في بحين هذا وحاوي ميل بدن وكسو يراضي ما قالوا يكو يريا ميغ يا ريافتا يو كو دنبيا باقي امده باب شيء الا فهم سنين ولي بوقت لو قاتي جامعه لو بخي دكاتره بروفيسور لو نوقدو وشرك الواي والبر وشرك الحاكم والتشريعي جمع الله أفرا قضاة بوليه هاي حير إلالي يوليه هاي بجد إيه ميزان كبح الوليه هاي إنكم قوني دقال وليه هاي فن بوليه هاي بقى حرم القضاء والوليه هاي إنكم معه خبير وفقيه فقيه القانون فقهه القانون وتشريع علوم بوليه قوني وقال لهم علوم الله سعاد عياذا بالله حديث كادن بي يحذر ما فعل وصول وحصوصها رأي صحيحين كجر أخرجه في صحيحين وقال نبي حوري اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد اللهم لا تجعل قبري إله قبري كدق وثنا صنم الوثن كل ما عبد من دون الله حيا أو ميتا قبرا أو تمثالا كل ما عبد من دون الله ووثن لكن أصل أهان الصنم كي وثن كفرق بأود حيو صنم كو وحي صورة صورة حيوان له لباح قرقر بيوكي سنجرين أصنام توضا روح بن آدم شمر الدوليسة أسوار جرين وحادو صورة آدم ليها أما صورة حيوان نول ليها صنم بالي هذا أما وثن كوا كل ما عبد عقدنا الله كدقي عقد هدي وحلا مذي جد على مزرد وثن وي عدي بن حاتم نبي وحوي ما سوى قبل معتب صليب بقبي معتب بقبي أما وحنا وصليب كم نقان نبي وحوي اطرح هذا الوثن من عنقك عديو صنم كألقت إسكسي بصنم وهي لأنه هو شعار يا أستان كترجمة الدين يا عقيدة حم كترجمة متى من زمان مرك أوثان توافر بدني اللهم لا تجعل قبري وثنا إله قبري يا صنم كدجن يعبد لا عابده فقرضا كلمة يعبد ونكارا كجرت لأنه الوثن بكل جيب ما عبد من دون الله مرك يعبد وتحصيله حاسن تحصيله حاسن هذا وحاول وتوكيد وهي وثنك وحاكم إذا أسر كيس وحضن ولا عابد أنا مو حلي ومنكر لفظة ولفظة شاذة منكر هل قوي لي حديث كان ذنب الله لا تجعل قبر وثنا وحكي من طريق أبي هريرة من حديث أبي هريرة مرفوعا اللهم لا تجعل قبر وثنا لعن الله قوما اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد
حميدي باصوصري أحمد بن حنبل بخاري في التاريخ الكبير ابن سعد في الطبقات أبو يعلى في مسنده وأنا حديث حسنوي حديث أبي هريرة أصوب اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد موت لأنه وثن كان معبود أبا ومعبود لو أبا يعبد لعن الله قوما اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد حديث أصوب حسنوي ومن حديث أبي سعيد الخدري مرسلا اللهم لا اللهم إني أعوذ بك من أن يتخذ قبري وثنا فإن الله تبارك وتعالى اشتد غضبه على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد مالك بن صوصر في الموطأ مرسلا ورواه وغيرهم موصولا ضعف لكن دمكوا جل قعدك أوراق صحيحة ولهذا اتفق أئمة الإسلام سيدا قدرت أئمة الإسلام حسكوا وافقين علماء المسلمين على أنه لا يشرع عنا أن لجدون العقلين ويسن بنانين بناء المساجد قبل اللي قلت كذا المواضع اللي قلت إن لقد ضلصه على القبور قبورته ولا الصلاة عندها وحاك الله لسكوا وافقي وأنه لا يشرع بناء المساجد على القبور ولا الصلاة عندها ولا يشرع الصلاة صلاة المسجد عندها عند القبور لا تصلوا إلى القبور طيب هؤلاء تكنين يعني لو دل تكنين يعني حق اللي تكنين يعني لو اشتاق يعني لقاك بحن طيب إن مركز قبر وقبر موضوع ظاهر هدوية ممنوع لو من يستأكروا لو من تكنكروا بل علماء يسوقوني إجماع يسوقوني إن تيمية غير كيبة يسوقوني بعض الشافعية يسوق تلمامين أيقو إن كذا إجماع يويسن شيئين طيب كان هاللين عدينا إن هذه مساجد يا قبر إسكوي ما دام وحليقة يا قبر يا مساجد كيبة هرية هذو قبر ماشي كوسي يا اللي قبر الله بحن ماي ولا ديني مساجد كان للدمنية مساجد كان للدمنية قبر يا أسكال ماشي هذو مسجد كهرية أو قبر محراب كيس الله وحب علي أما دحديس أما ضعديس أما حق الدم بلقى قلي قبر قام بحنينا ما كل مهيات لا يجب هدم المسجد إذا كان القبر سابقا ومتقدما ويجب هدم القبر وإزالته إذا كان المسجد هو المقدم نفس الشيء ولا ما أقول هوش أيضا أنا ولو مساجد أنا كون فركوية اللي ولي بحيابها بحيب من قبر نحفر يسوقرن ميش أما حق محراب كي يالي يقبل هذا وبصاص بقى شيخ حلو وذلك وحلو دي إن قبور مثلا لقد لسا أما لو تكذا أما لو أكتو كذا لأن من أكبر أسباب عبادة الأوثان أوثان تإن لعابد أسباب تقوى وين يكين تحوي كان تعظيم القبور قبور تلوين أي أهي من أكبر أسباب عبادة الأوثان أسباب تقوى وين يوحيبها كينا تدكو إنه يكون خلطبان قبور نعابدان أوثاني أصنام نعابدان وحكي ميت كان من تعظيم القبور وأنا قد سمر إن أبو الوفاء من عقيل الحنبلي أي وحكوا قالوا بين تعظيم القبور وخطاب الموتى بالحوائج وتعليق الخرق بالشجر هل قصوا الله سمر مركا هوله إن وأساسوي هل القابيو قبل كروك عوين لك الله سمو كي مع الشيخ الله اسمه إن لها قاجيو كي الغضواف وأسوه وإن لباب عشاب الله بحيو المال اسمه إن لقيو أصنام تاوين الدنك لقوايو انت تبرتنا وين كظهرنا انكزوا على قدر استطاعتنا المظاهر الشركيه والاوثان يدوك الغبابيه حديثك عمرو بن عباس التسمله في صحيح مسلم من روايات وحاكمه نبي الله ما حاله ولا سودري ارسلني ان يعبد الله وحده وبصله الارحام وكسر الاوثان اوثان ان اندميو قراوا الله حريري اله كل الا عابده ودنبال لا سودر ومقصد اساسي من مقاصد الشريعة الإسلامية بل وأكبر مقصد وتوحيد الله وعبادته هاوش أدرم بهالكاسوية صدح لها توحيد أسأل أسماء وصفات إيو إلهي سبحانه وتعالى أودي سكو آدن خلائق دي أونك كو آدن خالقية أمر ربيد الله يقان إنت بوحا كحرق بدن محوها يا عملك كأيما يا بشر كيا مطا عبادة بريادة ترصارتك طاعة بشر كأيما يا خلائق ده يا مخلوقات الكلبة ما الله اسكلك كل جي مسعود قال له ذات هذا توحيد الألوهية أنت أسوي توحيد الألوهية ما كل شيء غير توحيد الربوبية توحيد الأسماء والصفات ضد بآخرت كفهم وصدق حقه على ليه بس أول بحكي لما مش صدق الله إله مطال إله سبحانه وتعالى قدرة دي يمام الملك سوحي خسي إنه خالق ياي إنه الرازق ياي الدون كاسو إنه مامله دير يدين أسوي إنه ليه نفع يضر أسوي ليه ياي تصريف كيسي يمام الملك سوحي خس أبسن أود حق الرب كإيمان إزاء وحلو يغى توحيد الربوبية الخالقية إله سبحانه وتعالى مامه ليه ياي أسمانه وليه ياي تلمام لغو تلمام هاي يا مغ إله الأكبر ياي بوليه توحيد الأسماء والصفات بالله يقنا توحيد العبادة كويمت
يضبر يساوي عملك الله إيمان حقيد آدنيسة حقيد له قصدي مش عبد القادر بالله عرر أوليها لو عرر قبورها قلم يا مسألة حقي سأل هذا هي أعمى أشك إيمان هذا ما هي خلائقه إليه يسعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه إياك نعبد وإياك نستعين نستعين وتوحيد الربوبية نعبد توحيد الألوهية والعبادة هوي. طيب أسماء رب العالمين وتوحيد الأسماء والصفات لله توحيد الأسماء والصفات هوي. يعني إلهي وحي لو قلت المامي هذه الله تلمامي ولا غور رمي أولا النزهة ولا أمانة هذه الله بريا مقعي الله عسكون لها يا رحمن ارحمني يا غفور اغفر لي. طيب مركا الله إذا اسمك إلهي عسكون الله يتبالغ الله لكن بريضة يا عمل يا عبادة وحا كائما حق إلا آدن وتوحيد هو الإلهية أو الألوهية اللي يقان صد حقه ألا ليه هوي صد حقه ماشا ما تعلق صدق هذا حق رب الله آذن هذا يكون هلا. ولهذا اتفق العلماء سيدا قدرت العلماء حسكوا وافقين مسلمين تو على أن من سلم على النبي روح انتو نبي الصوب وقبره الصوب سلامة سلامة صوبانه صلى الله عليه وسلم عند قبره قبره سكتسه سلامة أنه لا يتمسح بحجرته أنه لا يتمسح مر اسمرن ميجد تابا ميجد نبي قلك كحب الله. طيب يا عائشه عائشه وحيت النبي وحبنانك لو حبالي واي اما قبرك سلو موجين واي سدا درتيد ولذلك لم يبرز قبره ولولا ذلك لابرز قبره في صحيح مسلم وغيره وقرنيسه مركي كشكيسي ان النبي في اخر موته يمالك ورفال النبي وكدغ يهودي النصارى شركي كدعان يو قبورته يدسان حقا لعنادي بايله النبي وحو ديدي يحذر ما صنعوا هذا النبي كبقى ان قبره ان لو حد غدبنا بنانك يقبورته اسلام كدح جين لا قل كيس واحد لو حبالي هكان لو عليه تاسا كامله ان كستو اصل الدين ادو يحي ان انبيو ميشه كدنتن لو حبالو هذا عائشه منات كاي موجسي الفقيه العالمه. ولهذا اتفق العلماء على ان من سلم على النبي عند قبره انه لا يتمسح اسمرن ما هي وطابن ما هي اسكو ترتر ما هي بحجرتي يقول النبي محمد ولا يقبلها قبرك دوكان ما هي يقول من نبا لانه ما هي انما يكون لاركان البيت لانه تقبيلك يتمسح اما تمسيحه انما يكون هو اسكل لاركان بيت الله ترك الهي بيتك كعبره اسكل ركن يماني لو يقان حجر اسكل اسكل وركن البيت ولا اركان دون ما إن لا تابتو دغح أما درب لا تابتو أما الله باركيس هل ميل باسكلي وكعبدة وحكلون أقول الله مجري وي وعباده لما أقول ممنوع درب وطابان كرتو دنك لها دي لكن باركيس يبالغ الله يا عباده يوم خير لك الرجال لك الله يا فلا يشبه لو كيسين ما يبيت المخلوق مخلوق قرقيس النبي محمد قرقيس طيب يا قبر جزاء ببيت الخالق إله جرجس وكعبة لوكيس ماي ولا كلا سارية كل هذا دمانت كان دمانت أما كل هذا أي صنع نبي حوس سمي كل هذا لتحقيق التوحيد نبي سلا وحوي لي أنت أصل مال أمري توحيد كان الحقيقي الذي توحيد كاسو هو أصل الدين دين تأصل كذا ورأس دين تمرح هذا الذي لا يقبل الله عما إلا به توحيد كان وحوى توحيد إلهي سبحانه وتعالى أحد آدم وصن عمل كأقبل إلا به لا يقبل الله عملا من الأعمال إلا به بالتوحيد وهو يغفر أردافا لصاحبه ننك ليم بالتوحيد كان ننك لقاه له دنبقى الأردافا ويغفر إلهي أمردافا لمن تركه التوحيد روحي لقاه ويشرك مشرك النقضي كما قال تعالى إن الله لا يغفر إلهي مردافه أن يشرك به الإشراك به. طيب إلهي مردافه سبحانه وتعالى ونكر في سياق النفي إلهي مردافه لأنه فعل كان ماشي يا الله أن يشرك به مصر بالغدر لنا يا إن الله لا يغفر إشراكا به إشراكا به إلهي الشريك يلد مردافه سواء كان شركا أصغر أو أكبر ويغفر إلهي مردافه ما دون ذلك وحا شرك وحي كير أن قال لما أهين شرك هذا لقاه الله يئن لوجود قال لما أردن باعلون اتفاقا قال لما أردن وي كفر أردن. طيب شرك أصغر كا يا أكبر كأصغر الله مرضى في سيد سبا لكن كفر أصغر تفصيل بكجل كفر أكبر كما لا دافن كفر أصغر كا ذنوب تم عسل لوجة والنفا بتوبة وبغيرها توبة إذا لم ماند وقل حيسان لكن بشفاعة بحسنات ماحية. طيب
أي كوك الجلائم ولا يغفر لمن ترك إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء أحدك الله دون أضعف ويغفر ما دون ذلك وحي رد كتها الوعيدية الخوارج والمعتزلة أي وحي أن ذنبي ذنوب تورم بواسكم كبائرتا أي محو هاي كبائرتا ذنوب تعادية أي الشرك واسكم لا مرد عفا إلا بتوبة ننكو كل أنت ذنبي وينو كبير من الكبائر دون الشرك ودون الكفر حقنا أن كتبت كينا آخر وأهل النار نار بنو كوار هيا كافر نووي القاسي استغ إله هو بابي ويغفر ما دون ذلك لما يشاء وحان قال لما كأهين يا شرك أن كأهين إله هو رافا هيا انت ذنب لما يشاء ورد على الوعدية المرجئة مرجئة واحدة وحدتك أهل الله وأهل القبل غفور رحيم وإله سبحانه هلا صعود ديزني لما يشاء وتعليق إلهي نينكو دون دافية يا ذي كوشي ذنب قاعدين لو دافية كوشي كبيرة ضحك شيء إلهي وارنا حديث بدني هاي أضم أمة محمد بان مرحومة مرحومة هوش ولا سعون بس مرحومة هو إثم وين بلي افترى وحب بين أبورت والمشرك ومفتري والكافر مفتري نكون مفتري وين طيب محايا لحقي يا عبادتي يا أنت القادم ما ليس لين بعد دكتي شركة واحد لو قد قال لهم يشركوا واحد بدنيا مصائب وين أيوة كنا إلهي أمضوا كوها لقى شركوا وحون يهي قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أكثرهم مشركين حال نبع الله وحاكوت راقوديها عربية وقريشي نمان كان لكير لا يا مشركين تان ورأدون قبل مرة الصعدة وأرك أقوام تيدن كوه رسائل أشركين لكير ويميشي كدن بيين محلوها لقي كان أكثرهم مشركين بلنكود مشركين بي آيين ابن جرى الطبري وغيره وحيليهن سبب الهلاك والدمار وحويان إشراكهم وكفرهم بالله إذا الشرك وحى الله قيلي إيوها بيوحى بيبطي حقا الله قد قالمي أمضه بابي والوها لك سماء وحن الرغي ويادي شرك التشريع بأن بابي وشرك العبادة أنت وانا بابا عشان والطواغيت شرك وحوك أنا آدمه إن لحقره وحتى أكبح خطك احترام قدام بالغصاره قول وش يقول النجاس تحقير له إنما المشركون نجس فلا يقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا يلسوا دوان روح ولقد كرمنا بني آدم نسكوغي في أحسن تقويم بالنسكوغا وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا بالنسكوغا لقوك لتك ما دام مشرك قرب حرانوي نجاسوي نجاسة العين بوقبا علم نقيم نجاسة الشرك ونجاسة عينية بول إن الرقم يمرق أنطف طيب نجاسة حكمية جرت لكن شرك هو نجاسة عينية طوبة حين فجن ميس طوبة هذه للذنوب مية وحكة لفجن ماي إذا النجاسة لقع برهية شرك هو حكنا إن روح آدمها لقع حرم إنه جنة نار واجبته ومفسدة صدحة الأولى إنهم يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما لذلك من أنصار شرك وحوك أنا إن أن إله ذنب قال رافين أن لقوع فين أصدق إن الله لا يغفر أن يشرك به أن رافين لعفين بكيني نعود ما النقضي ومفسدة هذا وين وين وحوك أنا مالك قيام إن شفع الله أتقض لقوع شفع قاد فما تنفعهم شفاعة الشافعين طيب نبي الله إرقاد هذه الشفاعة كورا فهي نائلة من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا وحنو إرقين أشفع قادها هي مشرك شفع عمله فما تنفع شفاعي محرمة هي نار بواجب جنة وكا حرمي ومضه بابية نجاس بتكون نقن يعني الشرك هو لبدايا وإن تاسو مفسدون لكوب كريم بوليه ومضى مركب وإن لقال الله ما أدي أدل الله دبر قوية ويبهلك أسقع ولهذا كانت ولهذا شرك قدرتي ينو دب بدنيا وعمل لقى أقبلين إن المخلصين عمل لقى ما أقبله مش قد هو مخلص معها ولهذا كانت كلمة التوحيد سيدا درت بين نقطة كلمة التوحيد أفضل الكلام وأعظمه كلمة لا إله إلا الله كلمة التوحيد وحين نقطي هذا اللي هو لك أخير بدن أفضل بدن وحافك هذا كسب التوحيد أخير بدن وأعظم أنوين فأعظم آية في القرآن آيات القرآن كأقوين وحاوين آية الكرسي محاية توحيد بك بالله وتعالى
الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وقال صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه هذا الكيس أدن بينكم النقض لا إله إلا الله دخل الجنة، أخرجه أبو داود في السنن. طيب، وأحمد والبزار والهيثم بن كليب في مسانيده وأن حديث صحيح حوي. طيب، من حديث معاذ بن جبل ابن ماجه نسائي لابتقوا حي وريان من حديث معاذ بن جبل: ما من نفس تموت وهي تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله يرجع ذلك إلى قلب موقن إلا غفر الله لها. روح النفبح أسوق شياتين كل واقية لا إله إلا الله وأني رسول الله مع الإيقان واليقين جنة قلوي. في حديث معاذ وحاكون في صحيح البخاري وغيره: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة. قصب وي نينك إله إلا كل ما أصوم شركك كسور دعين جنة قالها يا لكن شركة دكوي ما دو جنة قلي هذا الدم بوين الله يقول لقاك السنة نار كواري ميسا جنة قدام بين ودخل الجنة وصحيح وثليسا لكن شرك هذا قد على جنة مجهد أيضا شرك أكبر جنة واك حارا. في حديث عثمان بن مالك وحاقصه أصوه في صحيح البخاري وغيره وحاقصه: إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. ابتغاء وجه الله وإخلاصه اليقين النطق بالشهادتين. أنتم بحديث أصوه شرح ذي. في حديث معاذ وحاكو يمد إخلاص مخلصا من قلبه دخل الجنة. في حديث عثمان بن عفان وحاكو يمد: لا يلقى الله بهما عبد غير شاك بهما إلا دخل الجنة. عدم الشك الإخلاص ابتغاء وجه الله. طيب، في حديث عثمان وهو يعلم ألا العلم الإخلاص الصدق اليقين انت أصوى الأنباء انت أصوى شد وكوباد الجنة كم دون يسوي لكن وأنا أعمل الله تماد توحيدنا يا صلاة تكن ما هي من ترك صلاة فقد كفر وي وإن توحيد الله تماد وكان بدباد شركي حقا وأن توحيدنا وأن وردي نواقض بنا فرقها هي فرها قوة كاسع ما يزادي ونصوص الوعد وحبها أنت إن وعيد كميش وكأن فبه نجمع بين الوعيد والوعد كما نجمع بين نصوص الأمر والنهي. شيخ مرق وحوله: والإله إله وامحي هو الذي وامدك يأله القلب قلبك وعابده وقصده. أنا يؤله بيقري يأله بأصلك قرآن أساسا نفيعا. هو الذي يأله القلب أي يعبده القلب يحبه القلب قلبك أقصته أجعل عبادة إزدلين ومحبة واستعانة كالميسي ورجاء له يرجاء رجينا يوحكاك خير كرجينا وخشية كعبس وكعبسنا وإجلالا. طيب أوليدكم مقليسة شيخ عبد القادر وكم وكو أركاء قلوب العارفين وهي مركز لجوة النحاضة محوة عرب قدر إلى شداء ولحن بيفيرنا يانو أجرومي يكوب بندق هايان مركز لجوة أحكان لي فقوة عمل قدر إلى شداء وبطلاء رقم بعد كتكتي ويفسادي كما أصحين بكليين مركز لجوك تدري أن أوليده قلب الله إلى شذا قلب هذا حمان هجرين قلب روح سافي كجوك ماشى هذا وحير هذا قلب قراءة تلاوذات كم بين شيء وكوكي عليه وعالم الغيب. الإمام حسن الشيباني نن أي صاحبان الشداد من حكيم الأورنجري يا إسلانتي سينتو مالي يدي إسودر أضون ولا هيبل يا إسودر وعلى بيقول سودي بس هو جوري كل جوك يبقى على جوري على أبوك أنت أضون تبقى قط هذا وذاتك مركز النقطتين بإسلام تجاوبت على عيترها وكوغل موسما أضم بعيد ملك اليمين وحقوق صدها والكوغل موضي ما يبقى الله يدرى اللي ما أجمعين وأنا أجمعين. طيب إسلام تي الشيخ نين كذا بيقبضت شيخ حور وحمد جيران إسكندس كور على ما كقاطع وين يقص وتكت مايا أنا أقبلتني أنا هوش أسميسين وين ما صرت حور أضم عالم الغيب ما هل أنت تعلم الغيب ما غيب كأوت النعم بيتر غيب كان أوجه هاي وأوجل موضي شيخ أبو تغي وحوري إمام كسب أبو تغي حسن الشيباني أبو تغي وحوري بالورها وش أيضه ويقالوا ذي نكاح نوافر ما نكاح عصب الله ماذا بروا مرتدة خارج عن الإسلام هذا يترى غيب بابن قرنها يفيا كافرة أنه على العلود وغيب كأكتها وقلوب العارفين. طيب قلوب العارفين لها عيون ترى ما لم يره الناظرون كليه قلوب العارفين إن ليلة هاي كون وقنشر با إنها وقنشر محي ترى كور سقراتك ميشن بان وحكار كينا أنه oo ila halkan iyo Soomaaliya muqdisho wax ka daawanayna bal ugu leh dadka waa la rigaysto waa la baabi eber baa laga dhigay dadkaas waa in umada laga qabto oo ay dadka la sinaadaan nin walba amalkiisa ilaahay oo la tago maalinka qiyaam.
انتهى كلامه كلامك الشيخ الإسلام باسدا قدام ماضي بتصرف واختصار غير ولي الشيخ السمين. فتأمل فغرض مرك أن قد عاد. فتأمل الشيخ دوغبر وفيري أولك أول كلام وآخرة هذا الكهراندي زي آخر سفيري هذا الشيخ السمين ديرا أول كيسه هوري نصوم مري يا آخر سبع سبع عنده حبر الشيخ. وتأمل وحاط سبع عنده في رسا كلامه أي حكمه حكم الشيخ بلوجده في من دعا نبيا كصاب سنا روح النبي بريي أوليا من صالح بريي مثل أن يقول من يا سيدي فلان أغثني ونحوه ونحوه يوحي لها المال عفوا أنه يستتاب إن توبت له ويدين فإن تاب وإلا قتل هذو توبت كانوا ونمض ويهدك والدي لها تجده واحد ليس هذا الشيخ الإسلام صريحا متكو عدنو يا في تكفير أهل الشرك أهل الشرك إلا قال سيئوا الحكمين قاليهن إيا وقتلهم وأوبا إلى حقه أن نصدق أصل كوجرة يا وقتلهم نصدق كوجرة جدا عفوا يعني نصدق هذا إنه خلنا ونصدق كذاب عن عقيد الموحد كذاب عن دوي لكن نصدق كلو حقر يوم وين ماشى قلنا يا وانا صحوي تجده صريحا في تكفير أهل الشرك وقتلهم إلا دلو بعد الاستتابة أنت تبلى ودي كذب يا وإقامة الحجة عليهم حجة أنت لقوه كذب حجة لقاها الله يو وإن دينت لقارسي البلاغ بس أوي إزالة الشبهة معها والبلاغ شيخ الإسلام كتبتي سردن ماشو كشيغو إقامة الحجة إنما يعني تبليغ الدين وإن فرينت لو قارسيو حكمك لو قارسيو أما الجبادو كازو شمين كازوري حلو دعوة نجدة قصة قفة سري حتى الحنفية قفة سري سيدا عجيدة رق حنفية ودن بوغ أسا كدن بي بحتى سا قفة سري نقوش شيخ الإسلام وان نفس الشيء هدي بلاغة لو جيدة إني كازو شبه وحشر دي أماها وأن من غلب شيخ حكومه يحكو حد قد في النبي أو رجل صالح وجعل يال فيه في الصالح والنبي والولي نوعا سيئة نوع ومن الإلهية يعني ما كمذا فقد اتخذ الروح وحكيش الروح أحد كاسي إلها أي معبودا مع الله آخر لأن الإله إله حوي هو المألوه أي المعبود إله هو ألها لعابده الذي كاسه يأله القلب قلبه قصده أو جعليه أي يقصده يأله بلغو فسره يأله أي يقصده لمك وقبصد أوليادك عريسة واقصد ده دواتك إله وأوليده طيب حق الله عرى مساجد إله الوعى بذوي كان إذا حزبه أمر نبي فزع إلى الصلاة نبي هذا هو القبصته أم علوه كيما الصلاة بألو بريجري أضوه هو الوقت شيخ عبد القادر أضوه عرى شيخ غزو الكونين شيخ عدروس أحمد البدوي شيخ عدي نما بأنه يستبع أنه طيب إله ير يرى لوكل بنفط لوكل لأن الإله هو المألوه الذي يأله القلب أي يقصده بالعبادة أو لقصدها إياه والدعوة بريضة يا والخشية عبسدة يا والإجلال احترامك يقدر أنت يا والتعليم ويرنت وإن زعم هذا الشيخ ننك عابدها يا أوليدة بريها يا أنبيضة بريها أنه لا يريد إلا الشفاعة ما نعبدهم إلا ليقربون إلا زلفة هذا الكاذب الشيخ توحبك بطريم هاي وحن أقول جيدا بريضة يدب التاقني إنا يرقيان بان ربا أهلهم معها ما أبوري الله يأبوري لكن أوليد ما حكربتها أقول لك ينسى ما إرقان كربا إلهي معوها بقرة صلاة دينة الدولة ذها إما لحظة نينك اسكف عين بارلون برابي كلي إلهي علماء اسكف عين أودا من أمرا إنا إلهي مركم بقرة كل لما دي وقياس قياس المشركين وي قياس المذكات على الميتة توي طيب وقياس الربع على البيع أو كلوه وقياس المشركين أول من قاس إبليس قياس كفاسد كأه مرك إلهي سبحانه وتعالى ما أدون سيدا بقرده كلا مسوى خالقك أبوري خلقه رمبا يبهنا يين أذوقنا أن لقاه ارتاقني وإذا سألك عبادي عني فإني قريب مع مشي الله إذا سألت فاسأل الله طريق توصوي فر إبليس بخلقه الأو خير ترى إلهي بإنتو بريا لقا أقبالي رب أنذرني إلى يوم يبعثون قال إنك من المنظرين إبليس هذه لقا أقبله وزن سنبر أولي إله وزن سنبر أظن إبليس بذكر لي ذاته إلهي بري أو إلهي عابد كلي طيب وإن زعم هذا الشيء أنه لا يريد إلا الشفاعة هذا الشيء وحن إرقائه سندونين يو التقرب ودواش عند الله إله لأنه بيّن شيخ حو عديي أن هذا أولي ذا يعلم إن الله بري أما الله عابد أما الله قعب أما الله تلصارته أذو كدونه إرقو يا شفاعة كدونه إنه يهي مطلوب المشركين الأولين قال هو ريع عربيت بس أم بيسمين جرين وحن بيدونه هين أحد آمن سنة إن أولياده يهلو قابورك أيوه حبورين مجروي
أن هذا هو مطلوب المشركين، أي غايتهم ومقصدهم مطلوب المشركين مشركوا حيدون الجنين الأولين. واستدل وحونا الشيخ أدلي شذي على ذلك أرنك أسقع إن سيدة هاي ووحا شرك أكبر أي هاي ننكو دعينا وقال يا هاي عربت هوري ذاتك هذا جوحو أسن ودح ينو إسكبابيين بالآيات أيضا دلشة الصريحات عد عد القاطعات قوينة يا مسلا يحن قوينة. والله تعالى أعلم. هذا بالله توفيق.